من جديد يسعد صباحكم المشاهدين الكرام، واهلا وسهلا فيكم لاولى فقراتنا الحواريه لليوم. طبعا بالبدايه اخترنا لكم موضوعين هامين جدا. طبعا الاول هو له علاقه بالاعلام ودوره وتاثيره على المجتمع والطفل، اما الموضوع الثاني وهو له علاقه باللغه العربيه وتمكين اللغه العربيه اعلاميا وتلفزيونيا لما لها من دور كبير في نقل الموروث الحضاري. مشاهدينا الكرام، للحديث أكثر حول هذين الموضوعين اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي هنا في الاستديو، الدكتور أحمد زياد العباسي رئيس مجلس إدارة المكتبة العمومية للطفل باللاذقية. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك وكل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير إن شاء الله. وبالأستاذ حسن يونس، وحضرتك مختص باللغة العربية وشاعر ومهتم بالأمور الإعلامية. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير يا رب. أهلا وسهلا فيكم ويسعد صباحكم، إن شاء الله تضلوا بخير. الله يسلمك. بداية دكتور زياد، دكتور أحمد، خلينا نحكي عن كون التلفزيون وسيلة إعلامية هامة بتدخل لعقول البشر سواء كانوا كبار أو صغار، يعني كل المستويات العمرية، خاصة عند الأطفال. إذا بدنا نركز عند الأطفال بيتابعوا مجموعة من البرامج، كيف ممكن أن احنا نتلافى الآثار السلبية لهيدا المتابعة؟ طبعا موضوع التلفزيون يعني راح ألخصه بمقابلة لطفلة. اولا بدايه كل عام وانتم بخير، وطبعا عفوا يعني نسينا مبارك لأوغاريت بعام الجديد، وان شاء الله يعني محبه في القلوب دكتور، ان شاء الله بتكون هذا الموضوع للفضائيه وتقدم اكثر ان شاء الله يا رب. الموضوع راح اختصره ببساطه، لما سئل الطفله من عدد افراد اسرتك فقالت البابا والماما والتيتا والتلفزيون، بمعنى هي فرد من أفراد، يعني هي تلخص شو أهمية التلفزيون بالنسبة للطفل. بقدر ما التلفزيون له أهمية، بقدر ما له إيجابيات وبقدر ما له سلبيات، ولأن الطفل متلقي بشكل عام بهذا الموضوع. والتلفزيون معروف هو مدرسة مفتوحة أبوابها لا تغلق، وموجودين في معلمين ومدرسين دائمين ومستمرين، ونقطة جاذبة التلفزيون بشكل عام. يعني إذا نحكي، لن أضيف شيء جديد على ما موجود معروف على التلفزيون، إن هو تأثيره بشكل عام. وأكبر تأثير له هو عدد الساعات اللي بيقضيها الطفل، خاصة من مرحلة الطفولة، السنة الأولى والثانية والثالثة، أحيانا تساوي سنتين دراسيات، ويذهب الباحثون إلى أكثر، أن الطفل بيقضي بالفترة من السنة الأولى وهو عمره سنة أولى للسنة الصف السادس تقريبا بيتخرج كأني معه كلية بعدد ساعات اللي، فمنهم ما بيقول يعني وسطيا 3 ساعات لـ4 ساعات. هالثلاث ساعات لأربع ساعات إذا كان فيها كنترول من الأهل بشكل عام. هون نقطة حوارنا يمكن دكتور، أنه تعتبر هدون السنتين الدراسيات اللي حضرتك ذكرتهم سنتين دراسيات إيجابيات أم سلبيات؟ هنين بشكل عام أي وسيلة، نحن كوننا نحن دوما للأسف مجتمع متلقي، فنجيب الجهاز ونجيب التكنولوجيا بعدين بنحكي عنها ومضاره ومساوئه، فدوما هاي المشكلة عامة عنا. فالتلفزيون بطريقة ما بقدر إفادته نقدر نستفيد بقدر ضرره، لأني مثلا بيقوي الصورة البصرية عند الطفل، عند الصورة البصرية بتقوى عند الطفل لأنه هو بشكل دائم عم بيشوف صورة بصرية، بينما بتخف النمو الحركي، لاني قاعد الطفل 3-4 ساعات بخف التواصل مع الاخرين مع الاسره، بساوي عمليه انعزال اجتماعي احيانا شوي شوي بلا شعور، لاني هو متلقي دائم بشكل عام. فخلال 3-4 ساعات الطفل ممكن ينعزل عن اللعب، عن مجتمعه وعن بيئته وعن حالته وعن اصدقائه، كل هذا له تاثيرات سلبيه. بالإيجابية لا، هو عم بياخد صورة جميلة، عم بياخد مشاهد جميلة، عم بياخد أفكار جيدة، عم بيروح لأبعد من هيك، عم بيشوف مثلا تاريخ قديم، عم بتفرج عن تاريخ قديم، عم بيشوف شغلات عالم بحار ما بشوفها هذا في الواقع، فهي كمان بتفرجيها. طبعا هذا إذا كان في تحكم على الصورة اللي عم يتابعها طبعا الطفل. هذا بقى هون بيبدأ دور القائمين على هذا الموضوع، هون بقى الدور الأهم ليس التلفزيون، هو الأهم إنه هو من يقود هذا التلفزيون، من يعمل داخل هذا، يعني هالمجموعة اللي بتعمل داخل هي بتحدد وين بده يكون وشو البرامج اللي لازم تبث لأطفال، لأني يعني أحيانا تعطى صورة خاصة بالأفلام الكرتون تعطى صور
بالحقيقه مشوهه من لتاريخنا، اكبر من اعمار الاطفال، مشوهه حتى لتاريخنا يعني. بقصه انا تابعت مثلا مسلسل علاء الدين، بيطلع علاء الدين حرامي، بيطلع علاء الدين نصاب، بيطلع علاء الدين، بيطلع الملك هو فقط قصر، قاعد بقصر والبقيه العامه كلهم فقراء، بيصوروا لنا ان الملك غبي، بيصوروا ان الوزير هو الفظيع، يعني بيغيروا بمفاهيم الموروث الثقافي عنا، وهذا نقطة مخيفة، لأن يدخل في العمق الثقافي، وخاصة ممكن طفل عمره 15 سنة بيبدأ بحلل، لأن الطفل في البداية متلقي، متلقي لكل المعلومات اللي تجي، ما قادر ما قادر الطفل يحلل أو يركب أو يشوف، هو عم ياخذ المعلومات بشكل عام، بيتلقاها بتم مخزونه، ومن خلال السنة الأولى 6 سنين بتتكون عنده ذاكرة للطفل، ذاكرة بتحس بتأثر عليه للمستقبل بطريقة ما، بتأثر على أدائه، بتأثر على علاقاته، بتأثر على مهاراته، كل هذا الموضوع كمان له تأثيره السلبي بالنسبة للطفل. طيب أستاذ حسن، بالانتقال إليك، لحبذا لو تحدثنا عن مفهوم اللغة والإعلام كمصطلح تلفزيونيا وإعلاميا والعلاقة المتبادلة بينهما. أول شيء يسعد صباحكم مرة أخرى، اسمحوا لي أن أقول لكم كل عام وأنتم بخير. تبارك خير، وإن شاء الله هيك وطننا بخير وقائدنا بخير وجيشنا هذا الذي يصورنا وهو سر وجودنا الآن بألف خير. ودائما أنا طبعا اعتدت من خلال اللقاءات السابقة أنه دائما أحيي الشهيد، على اعتبار أنه هذه الأجواء، أحيي الشهيد وأم الشهيد، أحيي الشهيد ببيتين من الشعر، وسأقول فضل. لا تقولوا قد مات، لا تقولوا، هو بدر وللبدور أفول، يستعيد البدو الحضور من بعد نأي كيف لا ففقده مستحيل. تحية إلى أرواح الشهداء مرة أخرى، إن شاء الله قناتكم الفضائية وهي قناتنا الوطنية بألف خير، ونتمنى لها مزيد من التطور والارتقاء نحو الفضاء ونحو الانتشار الأوسع. صديقي، هذا الموضوع الذي تفضلت فيه عن علاقة اللغة وعلاقة الإعلام، طبعا هو علاقة جدلية. الإعلام ليس مصطلحا حديثا، مفهوم الإعلام قديم ومتجذر. الإعلام خلينا هيك نحكي فيها باللغة العربية، انه هي الإعلام مصطلح من فعل رباعي أعلم إعلاما، فالإعلام يفيد الإخبار والإبلاغ، وهذا المصطلح كان حاجة ضرورية بالنسبة للإنسان سابقا، كان يحتاج الكائن البشري بحكم كونه كائن اجتماعي يحتاج إلى التواصل، كان يحتاج إلى هذه الحالة. إذا اللغة لعبت دورا تواصليا، وهذا الدور التواصلي يقوم فيه الإعلام الآن بمفهومه. علاقة قديمة من أيام الإنسان الحجري والبدائي، لأنها حالة وحاجة يحتاجها الإنسان. هذه الكائن اللغوي، خلينا نحكي عن اللغة العربية، وهي طبعا متجذرة تجذر وجود الإنسان. هذه العلاقة هي علاقة، يعني أنت شو السؤال مرة أخرى؟ أنه المفهوم العلاقة بين اللغة والإعلام تلفزيون، يعني العلاقة المتبادلة بيناتهم، يعني قد تكون اللغة المطروحة في الإعلام ممكن أن يقوم المقدم بالتحدث باللغة الفصحى، ممكن يروح إلى اللغة البيضاء قليلا، مفهوم العلاقة بيناتهم وإيمت لازم تكون موجودة أنه الحديث باللغة الفصحى والحديث باللغة البيضاء؟ أم يعني أنت بتعرف أستاذ حسن، مع التطور والتقدم أصبحت اللغة بيضاء بشكل كبير، ونحن حاليا نعتبر أنفسنا موجودون في بيوت الناس، فمن الممكن أن يكون التحدث باللغة البيضاء أفضل وأقرب إلى النفوس؟ أول شيء خليني نعرج على مفهوم اللغة البيضاء، تقصد فيها اللغة التي تزوب المحكية، اللغة المحكية أو غير المحلية. اللغة البيضاء تختلف لأنها تتلاشى فيها اللهجات المحلية المغلة في محليتها. هذه اللغة طبعا انتقلت في الآونة الأخيرة إلى وسائل الإعلام، هناك من يقول أنها تشكل خطر على اللغة الأم، كلنا يعرف أن اللغة الأم يعني هي الفصيحة العتيدة، وحتى اللغة الأم تعرضت في عبر التاريخ والزمان، تعرضت لتغيرات صحيح. وتطورات معينة تأثرت، لأن اللغة هي كائن حضاري، كائن متفاعل مع حضارات أخرى، وهي حامل قيمي وحامل تاريخ وغير ذلك.
مدى هذا التأثر والتأثير بين الإعلام واللغة هو متواصل بصيرورة الزمان والمكان وغير ذلك. ما يجري الآن عن هذه اللهجات، أريد أن أعرج على هذه النقطة بصراحة. يجب أن نكون، طبعا اللغة البيضاء صديقي تساعد في الاقتراب، دائما يقال أن اللغة الفصحى تصطنع بعض الحواجز النفسية بينك وبين الآخر، وخاصة يفترض أن نكون قريبين من الآخر، ولكن يفترض انتشار هذه اللغة البيضاء يفترض ويجب أن لا يكون على حساب اللغة العربية الفصحى، هذه اللغة التي حافظت على تاريخنا وعلى تراثنا وحافظت على ذاكرتنا الجمعية وحافظت على قيمنا. يفترض ألا، يعني هذا التأثير يفترض أن يكون مدروس إعلاميا بحيث لا يضغى شيء ولا يزيح أحد الآخر، وهذه يعني مسؤولية الإعلام. أستاذ حسن، يمكن نحن إذا بنلاحظ أنه أغلب الكلمات نحن بنستخدمها حتى وإن كان دارجة على أساس أنه هي عامية، لكن بالحقيقة هي فصحى. أنه إذا بنبحث بمجالاتها أو بالمدارات اللهجية اللي نحن يعني معروفة باللغة العربية، بنلاحظ أنه أغلبها فصحى، فدائما عم تكون اللغة المحكية أقرب لعقل المشاهد. يمكن اللي كنا قاصدينه أنا وهمام أنه يفضل أنه استخدام هذه اللغة لحتى تكون أقرب للوصول لعقل المشاهد، أو أنه لا لازم يكون تلفزيون رسمي بيحكي اللغة العربية الفصحى. صديقتي، أنا كمهتم بالإعلام أنا لست ضد اللهجة البيضاء التي تزوف فيها اللهجات المحلية المغلة في محليتها، كاللهجة التي هي لهجة الممثلين والدراميين والإعلاميين، أنا لست ضدها، ولكن يجب ألا تؤثر على اللغة العربية الفصحى لأنها الخازن الحقيقي لحضارتنا وغير ذلك. يعني يجب أن نكون مراعين لهذا الموضوع. اللغة الفصيحة هي لغة التكنولوجيا، هي لغة الكتابة، هي لغة التواصل المعرفي مع الأجداد، والتواصل المعرفي مع الأجيال القادمة هي حالة تواصلية أيضا في الزمان وفي المكان في الحضور وغير ذلك. هذه العلاقة يفترض أن لا تطغى. يجب أن لا ننسى أن للغة أيضا مشروعها القومي. يعني أنا عندما أصر يكون هدف المحطة الانتشار على إطار محلي، هي لن تحقق انتشارا على مدى أوسع، لأن اللغة العربية هي ضمان انتشار المحطات على أكبر مدى، لأنها هي اللغة التي يفهمها الجميع من العرب، وهي الموحدة لذاكرتهم ولقيمهم ولذاكرتهم الجمعية. إذن هذا الموضوع يفترض أن نكون دقيقين جدا جدا. في الآونة الأخيرة ظهرت مجموعة من القنوات تعتمد على هذه اللهجات البيضاء وحتى أوغلت في محليتها. نحن ننبه أنه الإغال في المحلية يجب أن لا يكون على أساس الفصاحة، ولا يجب أن يكون على أساس، لأن عندما تتلاشى يا صديقي دائما من يهجم، يعني الهجوم الثقافي والغزو الثقافي ينطلق من لغتنا، يفترض أن نحافظ لأنها الهوية. عندما تتلاشى هذه الهوية نحن نضمر ونزول ككيان إنساني وكيان حضاري. فهذا الموضوع يفترض أن نتنبه عليه. بالتأكيد وصلت الفكرة أستاذ. مشاهدينا، وهلأ دكتور أحمد، يمكن نحن مثل ما بنعرف أنه في سلبيات لكن بالمقابل في إيجابيات دائما لمتابعة التلفزيون. خلينا نحكي عن هذه الإيجابيات اللي بتخلي الطفل ينمى سلوكيا وثقافيا، وكيف بتأثر بشخصيته؟ طبعا هلا الاحتياجات الطفل بشكل عام تكون حركيه، نمو معرفي، نمو انفعالي، كل هالاحتياجات هاي بيلعب فيها الدور كبير هو التلفزيون. ففي النمو المعرفي التلفزيون له دور كبير في تاسيسه، ياسس له، يعطيه معارف جديده. في النمو الانفعالي من خلال الافلام، من خلال القصص المثيره احيانا بتكون انفعالي. يعني مثلا لما نحن، وهذا له تاثير كبير، يعني الجيل اللي من السبعينات اللي تربى على هايدي وتربى على مسلسلات هاي لحد الان بذاكرته هالحياه الهادئه، هالجميله، هالبراءه الطفوله بمسلسلات كانت جدا. لحد الان تغنى اشارات، عم بحكي على الجيل اللي حضر هالمرحله، تغنى الاشارات لحد الان وتعيد للشاب كيف كان عم يتفرج على التلفزيون في الساعات المحدده وفي اوقات محدده. كثير مهمه النقطه هي، ولذلك بيتعلم التلفزيون كما قلت مدرسه مفتوحه ابوابها بشكل دائم. ولكن هون بقى بيجي دور الاهل، ان كيف يوظفوا هذا الموضوع، كيف ممكن نستفيد نحن اكثر من هالساعات اللي عم بيقضيها الطفل وبياخذ المعلومه. اني نزرع شويه شك عند الطفل
يشك بالمسلسل، يشك بالمعلومة حتى يسأل. الأهل لازم يحضروا كمان مع أطفالهم يحضروا المسلسل، ما يتركوهن هو مثل ما بيساوي بشكل عام، إني أنا بدي أخلص من ابني بروح بحطه بحطه ساعتين ثلاثة أربعة وبصير بقى أنا بقعد عندي صقر واطي يلا بحط له مسلسل تاني مسلسل ثالث، ما أنا عم بعرف شو عم بقى بياخد الجرعة هذا الطفل. له فائدة كبيرة، وأنا قلت يعني إني هو يعتبر سنة أو سنتين تقريبا كأني درس الطفل أكاديمية، كأني بيعبر عن ساعات لأنه أحيانا بيقضي ست ساعات. تمام. يعني هلأ أيام زمان لما كان طفل في له برامج محددة على التلفزيون السوري نفسه، يعني كان معروفة شو المدة، هي ساعة فقط لبرامج الأطفال، طبعا برامج موجهة وأكيد تحت السيطرة لأنه أكيد ما حيعرضوا على تلفزيون رسمي أنه برامج ممكن تشوه بالعقول. لكن بعد ظهور الديجيتال أنه في كتير قنوات صارت خاصة للأطفال كأغاني أو مسلسلات مثل ما حضرتك عم تحكي، هون يمكن بيجي دور الأهل بالمتابعة. بيجي دور الأهل، بيجي دور المنظومة التربوية. يعني أنا مثلا بوجه كمدرس، أنا إذا بدي أخليه يستفيد بوجهه لمسلسل معين وبقول لهم اتفرجوا عليه وجيبوا لي أسئلة وأجوبة، وين المشكلة؟ فأنا بوجه الطفل لهالمسلسل أو لهالبرنامج إن كان تربوي إن يجيبوا لي أسئلة. اليوم مثلا بكرة ما نتفرج كلنا على مسلسل معين أو قصة معينة أو رواية معينة أو برنامج تربوي معين، وبعدين بدنا نجي نحكي فيه هذا الموضوع. هون أعدت تصحيح العلاقة والاستفادة من هذا الموضوع، وخليت التربوي نفسه هو يشرف على هالبرامج وعلى المسلسلات وأدخلته في هذا الموضوع. وهي نقطة مهمة إذا كنا بنقدر نشتغل عليها، بحيث أني أنا أوجهه ما أتركه كما هو، يعني أتركه خاصة في عالم اليوم العالم التلفزيون لم يعد التلفزيون لم يعد حاليا مشكلة، اليوم الموبايل المشكلة، الإنترنت المشكلة. أنا التلفزيون كان حالي جمعية، يقعدوا الأطفال أو تقعد العيلة تتفرج على المسلسل، على أفلام كرتون تتفرج على. بشكل أو بآخر دكتور أصبح التلفزيون جزء، يعني جزء من الإنترنت، أصبح الإنترنت يشمل كل ما في تقنيات العالم. اليوم أنا مثلا حاليا بمراقبتي للأطفال بشكل عام، كل واحد معه جهازه بيدخل على غرفته بحالة بتفرج على بده إياه، أنا ما فيني أسيطر على هذا الموضوع. وذلك هون عندنا إشكالية أكبر يعني من التلفزيون، إشكالية الإنترنت والموبايل اللي أنا في جيبي قادر أنا أخذ أي معلومة أي برنامج أي شيء من دون ما أنا أكون عنده مكون عندي سيطرة عن الطفل في هذا الموضوع. فالتلفزيون كان حالة إيجابية جدا جدا، لأن الأهل مهما كان الأهل موجودين في هذا الفراغ في هالمكان هذا موجودين، ممكن يقلبوا المحطة أحيانا إذا بشوفوا مثلا عنف، ولكن في البرامج الجميلة في البرامج التربوية في البرامج الهادفة بتركوه للطفل. بينما اليوم إن إحنا أمام مشكلة كبيرة، وهي كيف نتصدق؟ يعني هون بالتأكيد أسئلة كبيرة كما حضرتك ذكرت، لازم يكون في هناك تفاهم وتواصل بين المؤسسة التربوية التعليمية وبين العائلة. بالتأكيد هي بالنهاية ما في شك وهي الابنة الأساسية لبناء الفرد، وما في شك ولكل مرحلة لازم يكون في مناهج خاصة في التلفزيون بهالشكل هذا. يمكن الأستاذ حسن إذا بدنا نحكي عن تطور الحالة أو الرسالة الإعلامية، الحالة والرسالة الإعلامية ووصولها للشكل الحالي وأثر اللغة العربية فيها كقيمة أخلاقية وتاريخية. صديقتي حكينا قبل شوي أنه علاقة الإعلام باللغة العربية علاقة الجزء بالكل، وأحيانا علاقة تختلف في التأثير بين مرحلة وأخرى. اللغة العربية طبعا بتعريفها هي مجموعة من الرموز الصوتية التي يمكن تدوينها. بتلاحظي أنه القناة الإعلامية تحتاجين إلى اللغة للتواصل مع الآخر، كل قناة تلفزيونية معينة لها سياسة إعلامية ما قد تتبع لمنظمة حكومية أو تتبع لمنظمة ثقافية أو خدمية أو غير ذلك. أدواتها إما أن تكون بصرية كالتلفزيون بالإضافة للصوت، الصوت هو لغة، هذه اللغة يفترض لكي تصل رسالتي الإعلامية. وتعرفي أنت كل قناة تلفزيونية تمثل مرسل لشيء اسمه رسالة إعلامية. هالرسالة الإعلامية قد تكون لغوية، قد تكون بصرية، قد تكون حالة معينة. المتلقي دائما هو الجمهور أو الفرد، ماذا نريد من ذلك الجمهور؟ والجمهور المستهدف يختلف بحسب الشرائح ويختلف بحسب الطبقات، بحسب البرامج، نوعية البرامج قد تكون موجهة أنت بشكل عام. هذه الحالة تطورت. قلت لك من أيام كذا عندما كان الإنسان الحجري يحتاج إلى التواصل مع مجاوره في المكان،
مثلا لصد خطر داهم كان يجب عليه أن يتواصل. صحيح. هذه التواصل هي حالة إعلامية، انتقل الإعلام وتطور هذا الإعلام حتى نشوء مفهوم القبيلة كتجمع بشري. كان العراف يقوم بهذا الدور، ودائما العراف وأي إنسان كائن اجتماعي يحتاج إلى اللغة العربية، اللغة لغة ما. هذه اللغة كي تصل رسالتي إلى الآخر على اعتبار أنها حامل للفكر وحامل للمشاعر وحامل لتجربة الإنسانية يفترض أن تكون واضحة. فأنا سأستذكر لحالة إعلامية من التاريخ طبعا. تفضل. في المرحلة ما بعد القبلية شبه الحضارية في زمن الإمام علي أمير البيان والبلاغة، عندما قتل عثمان رضي الله عنه، كيف أتى شخص ما من العامة، قال له يعني طبعا هذه أريد أن ألمح لأوضح فكرة الرسالة الإعلامية وماذا تعني الرسالة الإعلامية. طبعا الحدث حدث كالحدث الذي يحدث الآن هو حدث كبير، اغتيال خليفة المسلمين آنذاك. فيجب أن يبلغ الرجل الناصح والمرشد الذي كان فيه. فإجا واحد قال له قتل الناس عثمان، يا سيدي قتل الناس عثمان. لاحظي، قال له قتل الناس عثمان، لم يقل له قتل الناس عثمان. سكن عثمان الناس عثمان والناس. قال له ويحك، من قتل من؟ قال له قتل الناس عثمان. قال له أعد، من قتل من؟ قال له قتل الناس عثمان. هذه وضحت. فكرة يعني الناس هو الفاعل وعثمان هو المفعول به الذي وقع عليه القتل. ولو كان قال له قتل الناس عثمان لكان عثمان كان هو الفاعل المؤخر. تمام. هو عثمان. هذه لأقف عندها، هذه رسالة إعلامية. هون بتبين يمكن استاذ حسن اثر اللغه العربيه بالتحديد في سمات الرساله الاعلاميه، ان تكون واضحه، ان تكون دقيقه، وان تكون مباشره. طبعا هذا الرجل عندما اتى الى الامام يعني علي كان واضحا ومباشرا، لم يقل له مثلا يا مولاي وكذا بمقدمه طويله عريضه، كان واضح ناقلا للخبر بطريقه مباشره، قتل الناس عثمان يا سيدي بلا هذه المقدمات. ولكن لاحظ التشويش الذي طرأ على الرساله نحكي الاعلاميه. استاذ حسن كقناه يعني اذا بدنا اياها يعني تكون مذكوره بالتاريخ، يكون لها تاريخ مشرف، تكون قناه حضاريه، قناه ثقافيه متابعه مشاهده، كيف ممكن نحن نوصل هذه الرساله من خلال قناتنا مثلا؟ جميل هذا الكلام، بس خليني اوصل لك الفكره لحتى اربط لك اياها بالكلام اللي عم تتفضلي فيه. لاحظي هذه التشويش الذي طرأ على الرساله الاعلاميه عندما قال له قتل الناس عثمان. السبب هذا التشويش هو عدم تقعيد الكلام الذي زفت فيه او قيلت فيه الرساله الاعلاميه، وهذا يقودنا الى الحديث خطأ الان لغوي. الحديث الان وكلامنا الذي تفضل فيه الاستاذ همام عن موضوع الرسالة الإعلامية وكيف نتعاطى مع هذه المصطلحات والكم الهائل الذي يغزونا وصار مفروضا علينا. أنا لست ضد كرجل من هذا العصر، أنا لست ضد وجود مصطلحات قد تكون مفهومة للعامة، ولكن يجب أن نتذكر دائما عندما نحل هذه القضايا ألا ننسف تاريخنا ولغتنا العربية الفصحى، لأن اللغة هي الحاضن وهي التي تحافظ على تماسكنا وعلى هويتنا. يعني أنا مع قبول أي رياح تهب على هذه اللغة، لأنها اللغة مطواعة، اللغة العربية اللغة مطواعة وجمالها بمطواعيتها. يعني بتلاحظي أنه في شكل من أشكال التطور اللغوي صار على يعني سابقا المصطلحات الجاهلية لا أتداولها الآن، صار في نخب للمصطلحات السهلة الواضحة الأقرب التي يفهمها الجميع. فهذه اللغة العربية تتمة لكلامك، لكي أوصل عبر لغتي العربية ولكي أوصل رسالتي الإعلامية يفترض أن أراعي أول شيء أن أكون قريب من الناس، ولكن صحيح. قربي من الناس واستخدام هذه اللهجة البيضاء التي تفضلت فيها، اللهجة البيضاء ليست المحلية الموغلة في محليتها. عندما أقول اللهجة الساحلية لا يعني أنني أقول لهجة بيضاء. اللهجة البيضاء في تعريف المجمع اللغوي العربي أنها تلك اللهجة التي يتكلم فيها كل السوريين ولكن تنتفي منها المحلية الموغلة.
يعني مفهوم لدى الجميع. هذا مفهوم لغة بجميع الدراما، بجميع مصطلحاته وبجميع كلماته. لغة صح. الدراما، لغة الكذا، ولكن يجب بالعودة إلى الحديث الذي تفضل فيه الدكتور. في نقطة مهمة طبعاً باللغة بالنسبة للأطفال. تفضل دكتور. لأن اليوم التلفزيون هو جاذب الأول للطفل بشكل عام. فأنا لما شو اللغة اللي بدي أحكيها؟ شو هي اللي أوصل له الفكرة؟ لأن هلا لحد الآن في مصطلحات مثلاً أنا بعرفها من أولادي، يعني متأثرين فيها بال التلفزيون. مثلا كلمة يا إلهي، يعني هي بتجي مثل دوما، يعني هلا بشكل عام ما بيقولوا يا الله صحيح. يا إلهي، هي أخذينا وكلمات كثير مفردات بذهنيتهم لحد الآن، يعني راح يتزوجوا هن كلمة يا إلهي. هالكلمات هاي المصطلحات هاي لما بتنغرس صح تبقى مستمرة، بس لما بتنغرس خطأ بيتمعوا الخطأ اللغوي، لأن خاصة لأن هو عم تشكل طفل لغويا. فنقطة مهمة جدا جدا ان موضوع اللغة، ان خاصة في التلفزيون والخطاب، الخطاب الذي يقدم للطفل يجب ان يدرس بعناية. طيب دكتور احمد، يعني في عندك اقتراحات لحتى نحن تكون يعني هيدي اللغة او حتى البرامج التلفزيونية المنوعة اللي عم يشاهدها هذا الطفل تكون امثل او رح تتكرس القيمة الايجابية من خلال وصولها للطفل من قبل التلفزيون؟ لك يلا، نحن في بشكل عام منظومة الإعلام تبعنا، يعني إذا تركنا الدش هذا الصحن موجود لن نستطيع أن نعمل شيء ببساطة. بكل دول العالم ما عندهم إياه، عندهم كابلات. بتروحي على، أنا كنت بفرنسا، عندهم 6 محطات، عندهم محطات خاصة للأطفال. يعني الإعلام لا يمكن، أنا ب 800 محطة أجي أفرزها، منا دينية، منا متطرفة، منا تعليمية. شو محطات التعليمية مثلا موجودة عاليا بالوطن العربي؟ ماشي. بسوريا شو المحطات موجودة؟ بمصر في 30-40 محطة، بينما هون في محطة محطتين. فأول شيء يعني إعادة لمفهوم، للمفهوم بشكل عام، والكنترول والسيطرة على هذا الموضوع. هذا لا يمكن أنا أسيطر إذا ما رجعت على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى سوريا إعادة إدخال الأقنية الخاصة وتخفيض العدد. ما في داعي أنا لا 800 ولا بكون أنا. السؤال بطرح نفسه، ليش متروك إني نستخدم الدشات؟ ليش متروك؟ ما حدا سأل ليش متروك إنه بكل وطن العربي بنستخدم الدش وناخد غزو مخيف لا نقدر، ما بنقدر نسيطر عليه. حتى المحطات التلفزيونية السورية إذا بدك تبحث في المحطات الثانية شو عم تقدم، ما في نت تحسن تفرز بين الجيد والسيء. هاي نقطة أساسية. موضوع البرامج التعليمية ربطها مع التلفزيون بشكل عام، وتقدم ليس بشكل كلاسيكي، تخرج عن كلاسيكيتها، تقدم بشكل يعني يكون فيها مشاركات، يكون فيها دخول للطفل في التلفزيون بشكل هو يقوم في الموضوع، يدخل فيها موضوع العمل فيها. كل هالمواضيع هي يجب أن نعمل عليها صحيح. بشكل عام، لأن أنت من خلال اللعب تستطيع أن تأخذي من الطفل كل انفعالاته وتأثيراته. بالتأكيد فينا نقدم له بالتأكيد معلومة عن طريق وبذلك عن طريقه ممكن. بالنهاية بنتعلم منه ومن علمه هو دكتور طبعًا. أحمد بالتأكيد. أستاذ حسن، بالانتقال لك، مقترحاتك أن أمكن للخروج من دائرة الأخطاء الموجودة إن وجدت طبعا في العلاقة بين اللغة والإعلام. الأخطاء يا صديقي، طبعا اللغة العربية يجب النظر إليها. هناك يجب أن نميز بين نظرتين للغة العربية. اللغة العربية كملكة يستطيع الطفل تعلمها بالاكتساب، واللغة العربية كصناعة أو كصناعة تخضع إلى قاعدة وتقعيد معين. القاعدة يفترض أن يلم الجميع بهذه القواعد اللغوية، وهذه بديهية بالنسبة لكل مذيع أو كل إعلامي. يفترض أن أميز، لأن اللغة العربية لها ضوابط وجودية وكونية. يعني عندما أقول ضرب خالد أحمد أو ضرب أحمد خالد، هذا الرفع الموجود على هو يشير إلى حدث منطقي، أن الفاعل هو الذي. هذه القواعد يفترض أن يلم بها أي إعلامي، لأن الكلام السليم والقاعدة الصحيحة اللغوية تعكس مدى سلامة تفكيرك، لأن اللغة أيضا منهاج في التفكير، هي طريقة التفكير. أنا لا أستطيع أن أبدع وأن أتكلم في لغة لا أفهمها، وهذه دعوة أنه نعيد النظر في أنه
ليس من من المعيب ان لم نكن نفهم قواعد اللغه العربيه ان نعيد وجهه النظر في ذلك الموضوع. ممكن المعيب ان انا ما احسن حالي في اللغه العربيه. يفترض انه اللغه العربيه هي لغتنا، هي لغه ملك للجميع. صح. هي اداه تفكير. يعني اي حاله الدكتور بيعرف انه حتى اللغه العلميه عندما أعد رسالة في الماجستير أو غير ذلك إن لم أتمكن من في مصطلحات يجب معرفتها بالمجال الأدبي وبالمجال العلمي لا أستطيع تمام. أن أفكر أستاذ حسن، طبعا نحن اليوم عم نحتفل ببداية العام الثالث لانطلاق قناة أوغاريت، شو بتحب توجه كلمة للقناة بهذه المناسبة؟ أول شيء طبعا بحيي لقناة أوغاريت، لأنني أعتقد أنها طبعا خلال فترة سنتين شهدت حراكا، وليس لأنني موجود فيها الآن، طبعا أقول هذا الكلام من باب الإنصاف، حراكا ثقافيا، وكان واستطاعت أن تجذب المزيد من الشباب. وهذه لفتة، أوغاريت استطاعت أن تجذب كمية كبيرة من الشباب، الشباب الموهوب، الشباب المبدع، استطاعت أن تسلط الأضواء على الكثير من المواهب سواء الشعرية أو الموسيقية أو غير ذلك. أراها تستحق صدقا بما توجهه من إعلام ملتزم ومن إعلام راقي في سياقه الوطني. طبعا الإعلام له دور أيضا في خلق رأي عام وفي خلق ثقافة وفي توجيه الطفل كما تفضل الدكتور. أراها جديرة بأن تغزو الفضاء، وإن شاء الله تنتقل من إطارها المحلي. طبعا هي عبر اليوتيوب منتشرة، أكيد منتشرة إلى العالم كله. محبتي لهذه القناة أوغاريت باسمها وباسمها التاريخي العظيم الذي ظل يتوهج عراقة وحداثة. نحن كل ما هو مطلوب من الإعلام يا صديقي ومن اللغة أن لا نتخلى عن عراقتنا. صحيح. ونحافظ ونواكب العصر، واللغة العربية مرنة ومتطورة وإعلامنا يفترض يكون هذا الموضوع. لا دكتور أحمد، شو حابب تقول؟ طبعا نحن عم نحتفل اليوم بالذكرى الثالثة لقناة أوغاريت لقناتنا. يعني لن أضيف أبدع فيما يعني وصف القناة فيما وصف، ولكن أنا رح أرجع شغلة مهمة نبه عليها، وأكيد هو اليوم شبابنا للأسف عم بيستخدموا لغة كتابة مخاطبة بالإنترنت. أمس عم بقرأ، حاولت أقرأ أقرأ هاي الموضوع هذا، فكان خطير جدا. لا هو لغة عربية، لا هو لغة إنجليزية، لا هو صار في شفرة محددة. فبنتي قالت لي إياه وهي تدرس إعلام، بنتي قالت لي شو كاتبين. هاي نقطة خطيرة جدا جدا، يجب أن يضوى عليها. اليوم بتسهلوها بموضوع الكتابة. صح. العين والديل وكذا، كيف ما قدرت أنا ما قدرت أقرأها. هذا خوفا من أن تصبح لغة، عندما يعني خوفا ان تصبح لغه عامه. صح. مكتوبه عند هذا الجيل. طبعا نحن انا اهم شيء بهمني طبعا الطفل، طبعا الطفل لانه هو يعني المستقبل تبعنا، من خلال هنا عماد المستقبل، الاهتمام بالطفل والاهتمام باحتياجاته والاضاءه عليه ومشاركته، خلي يشاركنا بكل شيء. يعني اضافه ما هذا الموضوع الاهتمام، نتمنى للقناه النجاح الدائم ويكون لها حصة أكبر للأطفال. تماما. في هذا الموضوع. تماما. هذا يعني كلامكم جدا جميل، والحديث بهذون الموضوعين يطول جدا، لكن للأسف الوقت يعني كان يعني داهمنا. خلينا نعطي هذا المصطلح، هذا رأيك في أنه دخيلي ولا مناسبة؟ هل هذا الموضوع أحد الجوانب داهمنا أو أدركنا الوقت؟ طبعا هذا الموضوع أيضا له علاقة ب حسن الاستثمار الجيد للوقت وغير ذلك. تمام. هو دهمنا أقوى من أدركنا. طيب أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد زياد العباسي، رئيس مجلس إدارة المكتب العمومي للطفولة باللاذقية، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، وكل عام وأنت بألف خير يا رب. خير إن شاء الله. والأستاذ حسن يونس، حضرتك مختص باللغة العربية وشاعر ومختص أيضا بأمور الإعلام، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم، وكل عام وأنت بألف خير. شكرا.